حدثت اشتباكات الأسبوع الماضي بين قوات تابعة للنخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا وبين قبليين في منطقة مرخى السفلى في شبوة تحت مبرر كما قالت قوات النخبة الشبوانية أنها كانت تلاحق عناصر في تنظيم القاعدة. هذه الأحداث المؤسفة التي جرت في هذه المنطقة أودت بحياة 8 مدنيين بينهم طفل وجرحى آخرون سقطوا خلالها. وزير الداخلية على إثر هذه الحادثة شكل لجنة برئاسة الوكيل وكيل الوزارة الأمير وزير الداخلية اللواء محمد الأمير وعضوية مسؤولين آخرين للبحث والتحقيق حول حيثيات هذه الحادثة والوصول إلى نتائج. دعونا نستعلم أكثر ونعرف عن تفاصيل ما جرى في هذه الحادثة، ولمعرفة ذلك دعونا نستضيف معنا عبر الهاتف الناشط السياسي في شبوة أحمد رناح. مرحبا أحمد. حياك الله. الله يحييك أحمد. لو تطلعنا عن ما هي الحقيقة؟ يقول البعض بأن ما جرى في مرخى سفلى في شبوة كان بين قوات النخبة الشبوانية وبين عناصر تنظيم القاعدة، وأن قوات النخبة الشبوانية حاولت ملاحقة هذه العناصر. البعض يقول أنها اشتباكات بين قبليين وبين قوات النخبة الشبوانية وليس لها أي علاقة بالقاعدة. ما هي الحقيقة من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا شيء معروف وواضح للعيان والجميع يدرك ذلك، أن المواجهات كانت بين مواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالقاعدة مع قوات أو ميليشيات النخبة الشبانية، بمصطلح أصح ويعني مبرر الهجوم أنه يوجد في قرية قوامها قرابة 7000 شخص، شخص واحد مشتبه به، يعني 7000 شخص فيهم شخص واحد مشتبه به. يعني هذا ليس مبرر أن تهاجم قرية آمنة مستقرة في آخر الليل في أنواع الأسلحة والمدفعية والعيارات انتشار القوات الأرقام العسكرية وتهاجم يعني ناس أبرياء في هذه الحالة. هذا غير مبرر تماما لأي عملية عسكرية، وهذه عبارة عن انتهاكات يعني لحقوق الناس ولحقوق الأبرياء. ما الذي جرى في هذه الحادثة؟ هل يمكن أن تخبرنا؟ الحقيقة أن الذي جرى أنه بعد دخول هذه القوات يعني إلى القرية في فترة يعني متأخرة من الليل، تفاجأ الأهالي وخرجوا يعني لكي يتحدثوا معهم، لكنهم قابلهم يعني بشدة يعني تهديد ووعيد باقتحام البيوت وفعل كل ما يريدون وبعض المصطلحات الغير لائقة وغير يعني والتي لا ينبغي يعني أن تذكر. عملية استفزاز للمواطنين أدت إلى الاشتباكات، وحدث ما حدث من الاشتباكات والقتل والقصف يعني وإحراق الأطقم وما إلى ذلك. راح ضحايا 8 من المدنيين وطفل. طيب كيف هو الوضع الآن؟ العمليات. كيف انتهت الاشتباكات وكيف هو الوضع الآن؟ انتهت الاشتباكات بهزيمة هذه الميليشيات المعتدية وانسحابها وهروبها وسقوط بعضهم في الأسر وبعضهم قتلى وجرحى وما إلى ذلك. انتهت الجولة الأولى من الاشتباكات بهذه النتيجة، ثم شكلت لجنة ووقفت هذه يعني النخبة عند حدها، ولازالت يعني لجنة الوساطة التي شكلها رئيس الجمهورية وأيضا وزير الداخلية لازالت تجمع الأدلة والبراهين والأشياء. لكن وسائل إعلامية إماراتية قالت بأن قوات النخبة ما زالت تحاصر من أسمتهم بالإرهابيين في هذه المنطقة. لا يوجد أي حصار، عبارة عن نقاط عسكرية في الطرق السريعة. يا أخي، هذه العمليات التي تقوم بها هذه الميليشيات التي لا تخضع لسلطة الدولة تهدف بالدرجة الأولى إلى إخضاع القبائل في محافظة شبوة، خصوصاً أنها محافظة يعني قبلية لديها يعني أسلافها وأعرافها وعاداتها وتقاليدها. يعني ما فهمت منك سيد أحمد بأن القوة الشبوانية هي القوة الضاربة حاليا في شبوة، يعني حادثة كهذه كان يفترض أن تكون هناك الاستخبارات والأجهزة الأمنية هي من تقوم بهذه العملية وليس قوات النخبة الشبوانية. هل يمكن أن تخبرنا ما طبيعة القوة أو النخبة الشبوانية وقوتها في شبوة؟ عبارة عن تشكيلات متعددة يعني وفق يعني معايير مناطقية وقبلية، لكل قبيلة يعني عبارة عن تشكيلات تخصها وكل مديرية عبارة عن تشكيلات عسكرية تخصها.
يا أخي هذه التشكيلات لا تنبئ أن المستقبل سيكون في أحسن أحواله، ولن يكون هناك مستقبلا يعني مشرقا في ظل هذه يعني التشكيلات هذه المعايير يعني المخصصة والمحددة لمناطق وقبائل بعينها وبذاتها، نعم وهذا ما يعني يجعل من القادم أسوأ في حال حدوث يعني سوء تفاهم او اختلافات بين مناطق. ربما تقوم هذه التشكيلات الاقتتال فيما بينها، ربما تكون داعمه يعني يبدو يعني أن الوضع معقد هناك في شبوة فيما يتعلق بالقوة التسليحية. اعتقد انه نعم معقد، لكن نعم انه هناك يعني قياده واداره ستحل هذه طيب، المشاكل، ولن يعني على إثر هذا اعتقد الهجوم تتكرر مثل تم هذه تشكيل الحاله. لجنة من قبل وزير الداخلية برئاسة وكيل الوزارة محمد اللي هو محمد الأمير. إلى أين وصلت هذه اللجنة في تحقيقاتها؟ أعتقد أنها لا زالت يعني في الميدان وتجمع الأدلة من كل الأطراف والشهود وشهود العيان طبعا، ومن يعني تأخذ يعني تجمع المعلومات والأدلة لترفع يعني توصياتها إلى رئاسة الجمهورية، ولا زالت أعتقد في شبوة إلى اليوم، لأني رأيت لهم فيديو بصحبة المحافظ في بعض الأماكن في مدينة عتق، ولا زالوا يعني في شبوة إلى الآن. إذا أشكرك جزيلا شكرا، الناشط السياسي من شبوة سيد أحمد رناح.